خرجت المغنية المغربية ابتسام تسكات أغنية جديدة اللي دارت لها حملة إعلانية كبيرة وتشوق الجميع لسماع الأغنية. صورت تسكات كليب الأغنية في مقهى خاصة بالنساء بمدينة تطوان، كتميز بديكور في اللون الوردي، الشيء اللي خلى الجمهور يظن أن الأغنية غادي تكون رومانسية. لكن وقت اللي خرجت الأغنية صدم جمهور تسكات بالأغنية اللي عندها ستيل راي شعبي وبكلمات ما عجبتش الجمهور. وتلقات تسكات انتقادات سلبية وموجة سخرية كبيرة، بحيث الأغلبية قالوا أن الأغنية ذو المستوى وهي أغنية ديال الكيران والتاكسيات على حد تعبيرهم. وقال آخرون أن الفيديو كليب ما عنده حتى علاقة بالأغنية ومبالغ فيها. وبزاف من متابعين ابتسام تسكات قالوا أنها تعمدت تصور الكليب بهذه الطريقة وخدمت مزيان على اللوك ديالها باش تثير الانتباه، ولكن اختارت هذا النوع من الأغاني باش تكسب جمهور من فئة أخرى، ولأن هذا النوع من الأغاني هو اللي كيجيب مشاهدات بزاف في اليوتيوب. قولوا لنا نتوما في التعليق كي جاتكم الأغنية، وإلى اللقاء في فيديو آخر. We'll be right back.